شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا ملحوظا وصل إلى ما دون 55 جنيها في تداولات مع وجود مؤشرات قوية بأن يستمر الهبوط ليصل إلى ما دون 50 جنيه. يأتي ذلك في ظل ما تردد من أنباء حول اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى الحملات الأمنية الواسعة التي قامت بها وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية على تجار العملة الصعبة في السوق الموازية. يتوقع الخبراء الاقتصاديون حدوث تراجع جديد لسعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة مع قرب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرب الاتفاق بين الحكومة وعدد من الشركات والجهات الإماراتية على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، فضلا عن إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واقتصادي إضافية لمصر. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال. بعد التحية أستاذ حسام، هناك أنباء تشير إلى انخفاض سعر العملة أو عملة الدولار في السوق الموازية، ماذا عن هذه الأنباء وأسباب هذا التراجع الملحوظ لسعر الدولار في السوق الموازية، وماذا عن جهود الدولة في توفير العملة الأجنبية حاليا؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم المشاهدين. طبعا زي ما تابعنا خلال تعاملات اليوم شاهدنا بعض التراجعات التي حدثت على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بالسوق الموازيه، وده كان ناتج عن بعض الانباء او بعض التوقعات التي كانت تشير الى وجود انفراجه كبيره جدا في كميه المعروض من النقد الاجنبي بالقطاع المصرفي ونجاح الحكومه المصريه في توفير كميه كبيره جدا من الدولار الامريكي بالقطاع المصرفي خلال الفتره المقبله، وده عن طريق وجود بعض الصفقات الاستثمارية العربية تحديدا في الاقتصاد المصري سواء في الاستثمار المباشر أو غير المباشر. وأيضا جاء هذا التراجع بناء على بعض التصريحات التي قد ذكرت من قبل صندوق النقد الدولي على موافقة الحكومة المصرية باستخدام أو اتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة، مما يؤكد إلى وجود انفراجة كبيرة جدا قد تحدث في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بصفة عامة، وده بيؤكد إلى توفير الحكومة المصرية لكمية كبيرة جدا من النقد الأجنبي، وده من خلال تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وبيع بعض حصص بالشركات الرائدة في مجالاتها لبعض المستثمرين الاستراتيجيين خلال الفترة القادمة، ودخول استثمارات أجنبية جديدة تنجح الحكومة من خلالها في توفير رصيد وكمية كبيرة جدا من الدولار الأمريكي بالقطاع المصرفي الرسمي، وده الأمر الذي دفع سعر الدولار في السوق الموازية نحو الانخفاض وتسجيل انخفاضات كبيرة جدا بعد أن شهدت ارتفاعات ملحوظة قد تخطت 120% خلال الفترة الأخيرة، وده كان ناتج عن وجود مضاربات من قبل بعض التجار، وده من خلال الاحتكار ودفع السوق الموازي لتسجيل مستويات سعرية تخطت مستوى 70 جنيه مقابل الواحد دولار خلال الفترة الأخيرة. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجود معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة وفي مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمتابعة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة. أشار مدبولي أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة وسرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة في مدن مثل العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العالمين الجديدة، بالإضافة إلى بعض مدن الصعيد. هذا وجه مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة الأراضي المطروحة والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى واستثمارات ذات رأس مال كبير.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً تناول خلاله تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بما لها من إمكانات اقتصادية ستعود بمكاسب على الاقتصاد العالمية. أوضح مركز المعلومات أنه وفقاً للتقديرات فمن المتوقع أن تسهم تلك التكنولوجيا بنحو 13 تريليون و100 مليار دولار من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2035، وستوفر نحو 22 مليون و800 ألف فرصة عمل جديدة تدعم سلسلة القيمة. قال فاتح كرهان المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي إن فريقه عازم على أن يتبنى نهجا صارما للسياسة النقدية حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه. وفي أول تصريحات له منذ توليه المنصب قال كرهان إن البنك سيراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير، لافتا إلى الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم. أظهرت بيانات رسمية انخفاض العجز التجاري في المغرب بنسبة 7.3% على أساس سنوي في 2023 إلى 28 مليار و600 مليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة. أوضحت البيانات أن إجمالي الواردات تراجع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، فيما ساهم تحويلات المغاربة في الخارج وصادرات صناعة السيارات في تحسين العجز التجاري.